وهسه راح التقي بالعائله الحلوه اني الاحلى. كل عام انت بخير. وانت بخير. ابو منو انت حضرتك؟ ابو محمد. ابو محمد شلون اخو محمد؟ ابو محمد مو خاله؟ زينب. هاي بالزينب؟ ايوه. ربي يحفظهم ان شاء الله. ابدي اخ ابو حمود اني الزم. وين انت ابو الرايح جاي؟ والله ذبحني. بدنا نصور ابو محمد عيني. عيني. برنامج بيني وبينك، اول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير من عايدين. وربي يحفظك ان شاء الله. يحفظ الجميع. السؤال الاول يقول. نعم. اليوم منو اول شخص انت عايدته؟ زوجتي طبعا. زوجتك؟ اشو انا اشك مو زوجتك؟ لا 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 زوجتي. الله عليك؟ وروح ببيتي. وروح ببيتك؟ ايوه. حلف في الغلاء بعد خلاص هذا هو. نعم شلون لا. زين ابو حمودي. عيني. السؤال الثاني في تعبر؟ انت يوم قاعد؟ يوم نعيم. ها. ها والنعم. أيه. تعالوا بناخذ تعالوا بناخذ اقعد ابو محمد. عيني. السؤال الثاني يقول ابو نعم. محمد مو طبعا اعزائي المشاهدين ابو محمد اليوم ربح 75,000 ايش سوى عيني؟ انطاها 25 هي ضاجل هي ليش 25؟ بالنص 50-50 صح؟ غير هي قسم الحق صح ايش قد؟ 50 و125 يعني الرجل وهي المراه والله عمي وينك مريه تخلي برج هذا بجيب زوجها فلوس عافيه نشوان آني. بس الرجال يرجع للبيت بسرعه تفتش تاخذ المخصوم وتعوفه صح؟ آه لان انا تبيني والله والنعم والله والنعم تحبها تحبها؟ اموت عليها والله؟ ايش وقت اخر مره قلت لها احبك؟ يوميا 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 اشوف خاله محمد انا قاعد اشك بكلامه الله عليك خاله لا 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 اشوف اشوف لازم قبل شوي قال لي احبك والله؟ ليش شلون؟ خاله محمد رزمي قشمرني اخذ الفلوس وقال لي احبك قشمرك ليش ومن الفاز؟ أنا وياه لا الواحد منو فاز هو؟ اثنيناتهم والله؟ سؤال مشترك يعني هو ما يقول لك احبك ولا فلوس؟ اكيد مو؟ زين خاله شو وقت قلت لي احبك اخر مره؟ يوم والله؟ تحبيه؟ والله ايش صاركم متزوجين؟ 24 سنة بدنا نصور عيني بدنا نصور منين جيت عبري؟ منين؟ زين ابو حمودي لو يرجع بيك الزمن تاخذها؟ سؤال بيني وبينك بيني وبينك ابو حمودي اتفاعل عليه ابو حمودي عوف نسيبك وعوف محمد ابداعات محمد ابداعات محمد لو يرجع بيك الزمن تاخذها طبعا 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 تحبها اموت عليها تعرف ليش اي لان اولا بتاسد زين وثانيا عوفه بنص معسكر انا مطمئن لانه هو بتاسد بالتالي عوضنا بمرة تسوى الكرة الأرضية بتشيخ شيخ معدلة بالملقة فازت عنا سوت نقطع زوبية ما راح أسولف أنحسي وهذا السبب أنه أنا إذا رجع بي الزمن ما أختار إلا غيرها أعزائي المشاهدين لأن ترضى عليها بالسر أبو حمودي يقول أنا بالنسبة لي هذه مرية الخيرة الطيبة الأصيلة يقول أنا إذا يرجع بي الزمن أخذها ليش؟ لأنه عوفه بنص معسكر أنا مأمن عايف أنا مرية أصيلة والله صحيح ربي يحفظك إياها الله حفظك زين دائما أغنية تسمعها تهديها لأم محمد دائما تسمعها تتذكرها قديم أنا أتمنى قديم قديم أساعدك دقيقة يا مطرب تحب أنا ياس خضر ياس كذاب دول ابن الوكيل بمحبتك بمحبتك كذاب عجرح مو خالة بس خالة ليش عجرح أبو محمد كذب عليك والله ما تكذب زين ايش تدي لي اغنيه انت الله الله دخليها هي هي يا اغنيه خال يا بطل تحبين تسمعين اغاني انت حسام الرسام حسام الرسام شو يقول ام محمد شو تقول لام محمد وانا راح انزل بالمونتاج قل له من الصبح لليل افكر اني بيك ما قلت أنا اللي قرأت أفكارك والله ورب رح بيبيتي موت عليها ربي يحفظكم إن شاء الله ويحفظ نصيبكم إن شاء الله يا ربي ويحفظ حفيدكم إن شاء الله وأختي العزيزة